بلا شك بأن ما يجري الآن في الأراضي الفلسطينية ابتداء هنا من الشيخ جراح مرورا بسيلة الحارثية بجنين وفي داخل المعتقلات الإسرائيلية كله يشير أيضا إلى حالة من التوتر وحالة من الغضب والاحتقان الفلسطيني نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية، حالة الهجوم الإسرائيلي على الفلسطينيين في كافة الأراضي الفلسطينية. ولكن باتت الآن هنالك عناوين مختلطة داخل الأرض الفلسطينية، ألا وهي استخدام ورقة المستوطنين للاعتداء على الأهالي سواء هناك في جنين أو هنا في مدينة القدس. إيتمار بن غفير ذاك الأرعن الذي يوم أمس وضع هذه الخيمة التي شكلت بؤرة للتوتر وأيضا للاعتداء على أهالي حي الشيخ جراح في الليل، كان هنالك صدمات دامية هنا في هذه المنطقة، اعتقالات، استخدام أيضا الشرطة الإسرائيلية للهروات، ضرب الفلسطينيين، ولكن أيضا في المقابل المستوطنين الذين هجموا على المنازل خلال ساعة الليل. في ساعة متأخرة من ليلة أمس الشرطة الإسرائيلية نقضت هذه الخيمة وأنزلتها وقامت بإخراج إيتمار بن غفير ومن معه من غلاة الاستيطان، وذلك في مشهد كأنه كان نهائيا، بمعنى بأن القصة قد انتهت بإخراجه بالقوة. ولكن في ساعات الصباح عاد إيتمار بن غفير ومعه مجموعة من الشبان ونصبوا الخيمة مرة أخرى. هو غادر الآن، ذهب إلى الكنيسة الإسرائيلي للمشاركة بإحدى الجلسات الخاصة للكنيسة، ولكن وعد بأنه سوف يعود، وذلك لأنه وعد المجتمع الإسرائيلي وتحديدا الحديث هنا عن اليمين الإسرائيلي بأن هذه الخيمة سوف تبقى لحماية المستوطنين. ولكن ماذا بخصوص الأهالي؟ معنا فاطمة سالم التي كانت يوم أمس يعني متعبة جدا، هي لغاية الآن متعبة، يعني بارح كان صعب عليكم، أمس كان كتير صعب اللي عليكم، شو صار معكم مبارح؟ شو صار معكم بالليل لما احنا روحنا الى بيوتنا؟ والله بالليل احجار زي المطر، زي الشتاء علينا، على الدار وعلى بناتي، على الاسطوح كمان، كنا جوا الدار شردوا تحت نسايبي وبناتي في الارض في الحوش دارنا، والحجار ورانا وين ما كان. يعني الله ما سطر ما انفشخوا الاولاد امبارح، هي صغار والشرطه تتفرج. بعدين وين لما حاولت انا اطلع افتح الباب بدي احكي اشي معهم اصيح عليهم، ما قدرتش، ما استرجعتش ورا الدار، ورا يعني الدار. المستوطنين برموا حجار باتجاه البيت بشكل مكثف. ضربوا علينا كثير، كانوا متواجدين كثير يعني بالالوفات امبارحيات، حتى الشرطه بحالها ما قدرت عليهم، او هي مغمضة عينيها عنهم بعرفش. اما عجبوا امبارح بالحاره وعلينا، عجبوا ضربوا حجار قالوا بس هي كله لملمته وكومته عندي بالدار. طب اللي بيقول لك يعني انت خلص يعني غادري المنزل واهربي يعني حمايه لك ولعيالك، كيف بتروحي؟ ما بشروا ولا بطلع من داري، هذه انا عشت فيها وخلقت فيها وولدت فيها وربيت اولادي فيها وجبت اولادي فيها وحياتي وذكرياتي امي وابوي وانا، وهذه الارض تبعتنا، هذه الارض اللي اخذوها هلا، هذا كانت كلها شجر قطعوا لي اياها زمان وخربوا الارض كلها ومنعونا نطلع عليها، بس ما هيدا كل ما بيجي يحط شيك انا بقيمه، لانه هذه ارضي ما بس اسمح لهش يقعد فيها ولا ياخذها. مش راح تغادري؟ مش راح اغادر، لو ايش ما يعملوا انا بيتي وانا ابري فيه بده يكون في بيتي، هذا مش راح اطلع منه. الله يعطيك طولة العمر ست فاطمه، شكرا لك. مشاهدينا ايضا لابد الاشاره الى ان ايضا لجنه حي الشيخ جراح تتابع هذه المساله على المستوى القانوني، ولكن ايضا هناك حصار على الحي ما زال موجودا لغايه الان. معنا محمد الكسواني الناطق باسم لجنه حي الشيخ جراح. محمد، ما زال الحي لغايه الان محاصر من كل الجهات، لا يسمح لاحد ان يدخل، كيف سوف تمضون هذا اليوم تحديدا وان إيتمار بن غفير وعد بالعوده؟ يعني احنا ثابتين على مواقفنا، احنا موجودين يعني واقفين جاهزين لأي مواجهة مع هؤلاء المستوطنين، رح ندافع عن الحي تبعنا بكل ما أتينا من قوة. يعني عائلة سالم على حق، كل العائلات هون على حق، احنا هون موجودين ومتجذرين، هجرونا بال 48 وهجرونا بال 67 وبدهم يهجرونا كمان اليوم، مش رح يطلع في ايدهم، لأنه احنا رح نضلنا موجودين في هاي الأراضي وهاي البيوت رغما عن أنفهم. اللي صار معكم هو انه كان هنالك اعتداء هذه المره ليس فقط من الشرطه الاسرائيليه ولكن من غلاة المستوطنين، جزء منهم كانوا يهجموا من هذه التله باتجاهكم ليله امس، هل كان يمكن ان يكون هنالك مذبحه بحقكم؟ من سوف يحميكم؟ شوف احنا كلجان حي، في عنا يعني احنا
نشكر الناس اللي بدعمونا سواء من على المستوى السياسي من قبل وزارة شؤون القدس أو من قبل أي جهة، من قبل الأهالي الموجودين في القدس بدعمونا بشكل متواصل. إحنا كلجنة موجودون هون صاحين، إحنا لنا فترة مسكنا أكثر من مرة مستوطن، يعني أنا مسكت في إيدي هون مستوطن في جوا سيارته، في كان كمية كبيرة هائلة من البنزين وكان بده يحرق، وأقدم ومنعنا هاي وأثبتناها وبعتناها على الإعلام وسلمناه في إيدنا للشرطة، وللأسف ما عملت إشي. يعني واضح انهم هم بطريقه ممنهجه بدهم يسووا شيء لسكان حي الشيخ جراح، بيجوا مسلحين بدهم يحرقوا بدور، بدهم يحرقوا منازل، خربوا لنا سياراتنا اكثر من مره، كسروا السيارات، يعني هم عمالهم بصعدوا في الحاله الهجوميه على سكان الحي بشكل متصاعد، يعني الإشي مدروس. هلا اليمين المتطرف سواء في الحكومه ولا خارج الحكومه عمالهم بتنافسوا مين يؤذي ويهجم على هذا الشعب بشكل اكبر. يعني انتم بحاجه لحمايه دوليه؟ اكيد بالتاكيد احنا شعب اعزل، احنا بحاجه حماية دولية. احنا هون عمالنا بنتعرض لاكبر عملية تطهير عرقي وتهجير قسري من مدينة القدس، غلاة المستوطنين امامنا طردونا من القدس الغربية في بيوتنا، واحنا لاجئين وجايين هون، وكمان مرة بدهم يطردونا. يعني هاي جريمة حرب بكل ما بكل معنى الكلمة، واحنا بنطالب بحماية دولية من المجتمع الدولي ان عن جد انه يقف موقف جاد لحماية الشعب الفلسطيني الاعزل القائم في مدينة القدس. شكرا محمد الكسواني الناطق باسم لجنة حي الشيخ جراح ايفن، الحديث ايضا عن تقرير امنستي، قضية مهمة جدا. خلال الأسابيع الماضية استمع العالم إلى هذا التقرير الذي كان يتحدث عن التطهير العرقي. هذا هو التطهير العرقي الواضح، هذا هو التطبيق لما يجري في الأراضي الفلسطينية. أهالي فلسطينيون يعيشون في هذا الحي، يتم الآن وهذه هي الرغبة أن يكون إبعاد لهم تماما من هذا الحي، وزارع مستوطنات مكانهم تماما كما قال تقرير أمنستي بأن هذا هو تطهير عرقي، وأيضا ممارسة الفصل العنصري. بالأمس كان الفلسطينيون يدافعون أنفسهم وكانوا يعني بضعة عشرات فقط في مقابل المئات، والشرطة الإسرائيلية التي كانت تطارد الفلسطينيين في الشوارع المحيطة وتترك المستوطنين وهم يعتدون. الهدف كان بسيطا، هو إرهاب أولئك الأهالي، تخويفهم ترويعهم، وذلك لإبعادهم من منطقة حي الشيخ جراح. ببساطة الفكرة كانت عند إيتمار بن غفير بأن يحمل أولئك الفلسطينيين حطائبهم ويغادروا، هذه هي الفكرة التي كانت عنده، لكنه صدم بهذا الحائط الإنساني الاجتماعي التاريخي الثقافي الذي يتمثل بصمود أولئك الفلسطينيين الذين قالوا بأننا لن نغادر من هذه المكان وسوف نبقى في منازلنا وفي بيوتنا رغم كل القرارات الإسرائيلية. بلا شك بأنه كان هنالك حالة إحباط عند اليمين الإسرائيلي أمس، نعم، عندما كان هنالك رفض من قبل القوات الإسرائيلية بأن يكون هنالك، نعم، أيضا اقتحام للمنازل الفلسطينيين. أخيرا كان هنالك أيضا إحباط لأن المحاكم الإسرائيلية خلود كانت قد أصدرت كل القرارات بإخلاء الفلسطينيين، ولكن نتيجة الضغوط الدولية الاجتماعية السوشيال ميديا كل ذلك الذي ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتجميد وأن كان مؤقتا لحالات طرد الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، ولكن في نهاية المطاف الميدان هو الحكم. نعم.